ازاي نتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في 8 خطوات. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد. اول خطوة اللي انت تقول بسم الله. بسم الله، وبعض العلماء بيقولوا ده شرط من شروط صحة الوضوء، وبعض العلماء يقول ده واجب. فانت سواء بتتوضأ في الحمام او برا الحمام قول بسم الله، حتى لو جوه الحمام ده، يعني ايه؟ عشان الامر ده مؤكد. بسم الله. تاني حاجة اللي حضرتك تغسل ايديك 3 مرات، الايدين لغاية الرزغين كده 3 مرات، ودي سنة. تالت حاجة تتمضمض، والمضمضة 3 مرات، بس المضمضة ازاي؟ المضمضة يا اخوانا من الحركة، مضمضة الحية في جحرية يعني تحركت، فانا مضمض حركة، انما في ناس تحط ماء وتطلعها يقول لك انا اتمضمضت، لا، والمضمضة سنة على الراجح. 4 الاستنشاق. استنشاق يعني ادخل الميه في انفي، مش ابل انفي، في ناس تحط كده الايه؟ الانف وخلاص، لا انا. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى احس الميه دخلت، ده اسمه استنشاق، وده اسمه استنثار، اللي انا اخرج الايه؟ الميه من انفي تاني. وفي سنه مهجوره اللي انا في غرفه واحده اعمل مضمضه واستنشاق. يعني اهو جبت الميه نصها في بوقي ونصها في انفي. دخلت النص في بوقي ونص تاني في انفي. خرجت المضمضة واستنثرت، يعني كده عملت الموضوع ده 3 مرات، يبقى كني اتمضمضت واستنشقت 3 مرات في ايه؟ في 3 غرفات بس. يبقى المضمضة 3 مرات، الاستنشاق 3 مرات، والأحسن تخلي المضمضة والاستنشاق مع بعض 3 مرات. 5 غسل الوجه. وخلي بالك غسل الوجه لازم ليه حدود، لو بعدت عنها ما يبقاش الوضوء صح، لأن الوجه فرض. من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. كل المساحة دي لازم يشملها المية. بعض الناس بعد ما يتوضأ تلاقي حتات ناشفة في الجزئية دي، الوضوء باطل. 6 غسل اليدين المرفقين. واليدين يا أخوانا يشمل أطراف الأصابع. تقول لي ما أنا مسحت غسلت دي في الأول، لا ده كان سنة، إنما الفرض دلوقتي المرفق أهو لغاية أطراف الأصابع. أجيب المية كده 3 مرات، وأجيب المية كده الشمال 3 مرات. لو انت عملت لغايه هنا الوضوء باطل، لازم لغايه اطراف الاصابع، ولازم يعدي هنا. في ناس تكسل تشمر يقول لك يا عم بقى الدنيا برد، لا، لو عدتهاش الوضوء باطل. 7 مسح الشعر مع الاذن، هي مره واحده بقى، كل ده 3 مرات، ولكن الشعر اهو رايح وارجع تاني، وبالبقايا البلل اللي في ايدي بايه؟ بعمل الاذن بس كده. كده عملت الشعر والأذن مرة واحدة. 8 غسل القدمين. وقدمين يا أخوانا في عظمتين بارستين كده عند القدم لازم يعديهم. في ناس فاكرة اللي هو أقل من الكعب، ده اسمه الكعب، العظمتين البارزتين على جنبي القدم. في ناس فاكرة الكعب اللي هو اللي تحتيه، غلط، والوضوء يبقى باطل، إنما نهتم بهذا الأمر حتى يكون الوضوء صحيح. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت، شرف القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.